أنا حبيت في البداية أبدأ بموضوع ما له أي علاقة بالهاي، بحب دائما أبدأ بشيء مختلف تماما. فالصورة اللي شايفينها هون، ليش الأطفال why are babies attracted to dirt؟ ليش؟ عشان ينحتوا على أهلهم. الحقيقة هاي أنا كنت بحاول في المحاضرة إني أشرح فكرة إنه أحيانا الأشياء بتبين إنها سيئة، بس أحيانا في بعض الأشياء السيئة إلها ضرورة. الحقيقة إنه وجود بعض الجراثيم جيد للإميون سيستم، لجهاز المناعة. جهاز المناعة بضل يتطور عنا ويحسن نفسه باستمرار بوجود أشياء زي هيك، فكأنه هي وسيلة دفاعية للجسم، وسيلة دفاعية إنه البيبيز بحب يقترب من الأوساخ والدرت، وهذا بيساعده إنه يتخلص من الأليرجيز. بيعمل فاين تيونينج للإميون سيستم. طيب نيجي للبرزنتيشن اليوم. في أكثر من محاضرة مرات أنا بعطيها بكون بفكر بقول إحنا هل في حاجة ندخل في هذا العمق في هذا الموضوع، نتطلع على المعادلات اللي موجودة والأشياء اللي موجودة هون، شو ارتباطها؟ هل إلها أثر على الواقع تبعنا؟ والحقيقة ضليت أفكر دائما، كنت كاتب على قصاصة ورق قبل ما أحكي مع هيا، لما إجت حكى معي عشان أعطي هاي البرزنتيشن، حطيت على قصاصة ورق صغيرة كتبت تو نوتس. كتبت تو نوتس، واحدة ستيفنسون المحرك البخاري والسكند لو اوف ثيرموداينامكس. في حد هون ميكانيك او ميكاترونكس؟ تمام. انا بس الضوء هذا مزعجني اللي فوق، بعرفش يمكن لازم شيك ضروري الضوء هذا. طيب كهرباء، مين في كهرباء؟ اوكي. في حد مش هندسه؟ مجموعه كبيره. ايش تخصصكم؟ طيب في فيزيكس، بيولوجي، في بيولوجي، تمام. فهذول نقطتين انا ذكرت كتبتهم وضلوا عندي، ضلت الورقه القصاصه في جيبتي. الواحده الاولى بتقول ستيفنسون المحرك البخاري، والثانيه بتقول جي بي اس ريليتيفيتي. فلما وكان الهدف انه افرجي انه حتى النظريات العميقه اللي فيها معادلات لها تطبيقات عمليه، واحيانا التطبيق العملي بيسبق النظريه، زي حاله ستيفنسون. لما ستيفنسون بنى المحرك البخاري ما كان يعرف شيء عن السكند لو اوف ثيرمودينامكس. وبالحالات الاخرى النظريه تسبق التطبيق العملي، زي الجي بي اس والريلاتيفيتي. ريلاتيفيتي اي سنه؟ سبيشال ريلاتيفيتي اي سنه طلعت؟ مين بيعرف؟ 1900 على صوتك. 1905. في حين الجي بي اس طبعا بعد هيك بفتره طويله جدا. طيب اذا راح احكي في البدايه كيف البشريه حافظت على الزمن. بدايات الميكانيكس، الكلاسيكال ميكانيكس، بدايات الالكتروماغنتيزم، الحركه النسبيه، حركه شيء بالنسبه لشيء. بعدين هذه هي نقطه مفصليه 1905 اللي هي المعضله، دايلما او بارادوكس، كلمه انجليزيه مهمه. المعضله اللي واجهت اينشتاين، في عندنا مشكله، في شيء مش قادرين نعمله ريكونسيليشن، مش قادرين نوفق بين شغلتين. دايليشن اوف تايم، بدنا نشوف كيف بيشتغل الجي بي اس. وبعدين التصحيح النهائي اللي اضطرينا نعمله على الجي بي اس حتى يشتغل، ولا ما كان راح يشتغل. إذا كيف حافظت البشرية على الزمن؟ ألف والألف قبل 1600 ما كان عندنا طريقة غير، شو بنسميها بالعربي؟ ساعة الشمسية أو المزولة، مزولة من الزوال. ضلينا لحد 1602، جاليليو كان القصة تروى، ما بعرفش إنها صحيحة ولا مش، زي كثير من القصص هاي كلها بتكون خيالية مش صحيحة، إنه كان في كنيسة وشاف الشمعدان بتحرك بالكنيسة بسبب الهواء. وطلع بفكرة البندول، أو يعني فهم إنه فكرة البندول التذبذبات اللي عم بتصير كونستنت بغض النظر عن الامبليتيود تبعها، فهو صار كأنه مصدر للتوقيت. وإذا إحنا هلا صنعنا ساعات، بده يصنعوا ساعات بناء على هاي الطريقة، الأكيرسي اللي بنقدر نحققها هي ثانية بالشهر، يعني بغلط ثانية بالشهر، طبعا أحسن الأنواع مش النوع هذا.
احسن انواع البندلوم اذا تغلبت على مشاكل الحراره ممكن اوصل لها ثانيه بالشهر. انتقلنا هلا من هذاك الوقت الى 1927 بين لابوراتوريز اكتشفوا ماده الكوارتز فيها كريستال، والكريستال بتقدر تعطيني فريكونسي ثابته. ولحد الان اللي منكم بيشتغل بالاردوينو والمايكرو بروسيسورز مضبوط مش بتركبوا كريستال؟ الكريستال هي كوارتز كريستال وفيها فريكونسي محدده. تحسنت هلا اوضاعنا، صرنا نغلط بقديش؟ 1 سكند بير يير. التغير المهم اللي اجى، انتقلنا مرحله نوعيه الان. صرنا نقدر نحافظ على الوقت باكيرسي اعلى، واستعملنا الالكترومغنتيك ويفز اللي بتيجي من السيزيوم، ذره السيزيوم. فالاكيرسي صارت 1 سكند ب 138 مليون سنه. وهذا طبعا صارت المصدر الرئيسي للزمن، مش عندنا الاس اي يونتس، ايش الثالثه بالاس اي يونتس؟ ايش الاولى الوحده الاولى بالاس اي يونتس؟ المسافه مش هيك؟ المتر، بعدين الكتله، بعدين الزمن، الزمن مهم حتى نقدر فاحد المصدر الرئيسي صار للزمن هو الاتوميك كلوك. هلا في تطور جديد، اذا بتطلعوا هون الاتوميك كلوك صار بامكانك تشتري اتوميك كلوك 1500 دولار. حجمها تقريبا قد حجم انتجريتد سيركت، بقدر اركبه على انتجريتد سيركت واستعمله. لحد الان لسه احنا هون ايش بنستخدم؟ الكوارتز. تمام، هاي نقطة مهمة. احنا لسه بأجهزتنا باللابتوبس ولا هذا بنستخدم الكوارتز، ففي عندنا عدم دقة. الدقة الحقيقية بتصير بالاتوميك. وين حطينا الاتوميك كلوكس؟ على الساتلايتس. إذا هذا ستريم جداول، ها؟ هذا ستريم ثوت ستريم، يعني هلا رح ناخذ احنا ستريمز مختلفة. بعدين رح نبدا نربط السترينز المختلفة حتى نوصل للكلايماكس تبع هذا التوك. اسحاق نيوتن كان له طبعا اثر مهم جدا 1666 في كامبريدج. طلع الثلاث علاقات احنا لحد الان لسه بنستخدمهم، ما في مشكلة فيهم. اللي هو القانون الأول إنه أي جسم بده يضل ماشي على سرعته إلا إذا غيرته أو أثرت عليه بفورس. القانون الثاني حتى أعمل تسارع للجسم لازم أحط عليه فورس، والتسارع هذا بيتناسب عكسيا مع الكتلة تبعته وهكذا. والثالث اللي هو كل فعل له رد فعل مساوي في المقدار ومعاكس في الاتجاه. قوانين ثلاثة جميلة جدا. ولحد الآن ما حسينا إحنا بمشكلة، حد ممكن حس بمشكلة باستعمال قوانين نيوتن؟ لحد هلا شغاله. هلا بدات المشاكل تصير والتعارض يصير في 1905 لما بنلاقي هلا شو المعضله، شو الدائره اللي بنوصل لها. هلا رح نترك الستريم الثاني، الستريم الثالث رح نروح على الكهرومغناطيسيه. في عندنا مجموعه علماء اشهرهم الاربعه هذول اورستيد دنماركي 1820 1819 20 امبير وفاراداي، بعدين ماكسويل. هلا هذول لهم اهميه لانه في النهايه احنا بنكتشف انه الضوء هو الكترومغنتيك ويف. هانس كريستيان اورستيد عالم او محاضر دنماركي كان بيحاول يثبت لطلابه انه ما في علاقه بين الكهرباء والمغناطيسيه. يعني هو بدا هي من اشهر التجارب اللي بدا فيها عالم يثبت شيء وانتهى باثبات عكسه. فبيحاول يفرجي الطلاب تبعه، فجاب البوصله وحط البوصله وحط كرنت ومرر كرنت في الهاي وفرجاهم هي طلعوا، هم طلعوا البوصله تحركت؟ قالوا لا ما تحركتش. خلص التجربه، رفع البوصله، رفعها بطريقه صارت المكان الصحيح حتى يبين الاثر، بين معه انه في اثر للتيار الكهربائي وعمل مجال مغناطيسي. هذا الكلام 1819، عمل ببليكيشن 1820. هاي كانت اول مره البشريه تجد او تكتشف انه في ارتباط بين التيار الكهربائي والمجال المغناطيسي. هلا اجى امبير، اورستيد ما كان عنده يعني ما كان عنده علم دقيق بهذا، ما استطاع انه يحط المعادلات بشكل مرتب. امبير فرنسي اندري ماري امبير طور المعادلات بشكل مرتب ونشرها واللي صارت معروفه بامبيرز لو، اللي هي توصف لي بشكل دقيق ايش العلاقه بين التيار الكهربائي والمجال المغناطيسي اللي بيحيط بهذا السلك. هلا بدو الناس يقولوا اذا كان الكهرباء تعطيني الكترومغنتيزم، اذا في احتمال كبير ايش؟
الماجنتيك فورس الماجنتيك فيلد باطني كهرباء ضل يحاول مايكل فاراداي. مايكل فاراداي من انجلترا ضل يحاول العكس وتوصل في 1831 انه يكتشف انه التغير المجال المغناطيسي او ماجنتيك فيلد تشينج ماجنتيك فيلد يولد الكتروموتيف فورس يولد كهرباء. الوزير الخارجي وزير رئيس الوزراء البريطاني في هذاك الوقت ساله قال له شو فائده هذا الاختراع؟ شو بتعتقد انه ممكن نستفيد منه؟ فايش كان جوابه؟ One day you could tax it. قال له بامكانك تحط عليها ضريبه في يوم من الايام. جيمس كلارك ماكسويل من العلماء المهمين هو اسكتلندي اللي عنده استطاع انه يوحد المعادلات كلها الشغل فاراداي شغل امبير وأورستيد وكمان معادلتين شغل جاوس وحدهم في اربع معادلات جميله تعتبر هي اساسيات بدايات الالكتروماغنتيزم اللي بنعرفه الان وصاروا معروفين منهم المعادلات الاربعه نشرها في 1865. من الاشياء الاخرى المهمه اللي اكتشفها لحد هذا الوقت ما كان الناس يعرفوا وجد انه في ارتباط بين سرعه الضوء والخواص المغناطيسيه والكهربائيه في الفراغ. هاي كانت اول مره نطلع على هذه العلاقه هاي الارتباط بين الضوء ما حد كان يعني ما كانش الصواده فعندي سرعه الضوء بتعتمد على الخواص المغناطيسيه والكهربائيه في الفراغ. هاي كانت بدايات نكتشف انه الضوء عباره عن الكتروماغنتيك ويف. عندي المجال المغناطيسي في اتجاه عمودي عليه المجال الكهربائي كل واحد منهم بيولد الثاني وعمودي على البلين على السطح اللي بس بيحتوي المجال الكهربائي والمغناطيسي هو مجال اتجاه انتشار الموجه. هاي المعادلات هذول تقدر تحطهم على تي شيرت. في حد بحب تحطهم على تي شيرت يلبسهم؟ هلا لحد الان بدا الناس طبعا كان في خلاف في القرن السابع عشر انه هذا الضوء بينتقل فجاه ولا له سرعه بياخذ فاينت واثبت بشكل واضح انه له سرعه. هلا قرروا عالمين اسمهم ميكلسون وموري بسنه 1881 يعني 16 سنه بعد شغل ماكسويل انهم يقيسوا التغير او يقيسوا سرعه الضوء والتغير بسرعه الضوء بالنسبه لحركه الارض. كان يعتقد في هذاك الوقت انه في شيء اسمه الاثير وانه الاثير ماده ضروريه وجودها حتى الضوء ينتقل خلال الاثير. ولانه الضوء بينتقل خلال الاثير فاذا كان الاثير نفسه بيتحرك في اتجاه معين معناها الضوء رح يكون في ريلاتيف موشن. هلا هون عمالنا بنقترب من المعضله. فقرروا العالمين نيكلسون ومورلي اجهزه دقيقه جابوا اجهزه دقيقه جدا حتى يقيسوا الاختلاف بسرعه الضوء حسب مجال حسب حركه الارض، لانه اذا احنا بنتحرك من خلال الاثير والاثير ماده ضروريه لانتشار الضوء معناها لازم نشوف الاختلاف ما بين سرعه الضوء في اتجاه وسرعه الضوء في اتجاه ثاني. ما قدروا يلاقوا اي اختلاف في سرعه الضوء. هذه نقطه مهمه جدا. ومهما زادوا الدقه تبعت الاكسبيرمنت ما كان يلاقوا اي اختلاف في سرعه الضوء. لكن احنا بنقول بالريلاتيف ميكانكس تبعت جاليليو ونيوتن اذا احنا تحركنا بفريم وهذا الفريم نفسه عمال بيتحرك بالنسبه لشيء اخر معناها سرعتنا بالنسبه للشيء الاخر هي مجموع طرح او جمع السرعتين مضبوط؟ يعني ناخذ مثال لو عندي قطارين القطار الاول بيمشي بسرعه 200 ميل بالساعه والاول والثاني بيمشي بسرعه 100 ميل بالساعه، اذا قديش سرعتهم بالنسبه لبعض؟ حاصل طرحهم شيء 100 ميل، وفي اوبزرفر خارجي المراقب الخارجي بتطلع بشوف واحد منهم بيتحرك بسرعه 100، واحد بيتحرك بسرعه 200، هذه كلاسيك الميكانكس ما فيها مشكله. ومثال بسيط جدا عليها بناخذه في المدرسه اذا انا القطار عماله بيتحرك للشمال بسرعه 40 ميل بالساعه، وفي واحد بيمشي على القطار، اينشتاين كان يحب القطارات ليش؟ كل بهذاك الوقت في زيورخ وفي سويسرا وفي المانيا كانت القطارات منتشره موجوده، قطارات حتى لو كانت بخاريه. قديش لو انا راقبت من الخارج وعم بطلع على الشخص اللي بيمشي، قديش سرعته بالنسبه لي؟ القطار عم بيمشي 40 ميل بالساعه على الشمال، هو بيمشي 10 ميل بالساعه
لليمين، إذا هو بالنسبة اللي ببين كأنه ماشي 30 ميل بالساعة للشمال، مضبوط؟ كلاسيكال ميكانيكس ما فيها أي شيء. هلا هون إجت المعضلة. لو إحنا بدينا نتحرك على سرعات عالية جدا، خليني أفترض الآن إنه أنا في مركبة فضائية وعم بتحرك على نص سرعة الضوء باتجاه معين. نص سرعة الضوء قديش تقريبا يعني سرعتي؟ 150 ألف كيلومتر بالساعة، مضبوط؟ يعني الثانية. والضوء قديش سرعته؟ ضعف هاي السرعة 300 ألف كيلومتر بالثانية. أنا ماشي بهاي المركبة الفضائية على نص سرعة الضوء. لو أنت راقبت من الأرض رح تشوفني أنا بتحرك على نص سرعة الضوء، وبتشوف البيم أوف لايت اللي جنبي عم بتحرك على سرعة الضوء. لو أنا جيت اطلعت على الضوء وحاولت أقيس سرعته، قديش رح أقيس سرعته؟ هو بارلل، أنا وياه ماشيين بارلل مع بعض. قديش رح تغير بالنسبة لسرعة الضوء؟ على صوت. بتضلها زي ما هي، طب مش لازم تكون نص سرعة الضوء؟ ليه؟ سرعة الضوء ثابتة، احنا شفنا القياسات اللي كانت الأول، هاي هي المعضلة. بس الكلاسيكال ميكانكس شو بتقول لي؟ الكلاسيكال ميكانكس بتقول لي إنه لازم تكون سرعة، لازم تكون أنا بالنسبة لي سرعة الضوء نص 0.5 سي. لكن الفعلية لو أنا قيس سرعة، لأنه سرعة الضوء بالنسبة لي رغم إني أنا بتحرك على نص سي، سرعة الضوء بالنسبة لي 1 سي، نساها 1 سي. فأنا بتطلع على الضوء بشوف سرعته 1 سي، وأنت بتطلع على الضوء بتقيس سرعته قديش؟ 1 سي، احنا الاثنين بنقيس سرعة الضوء 1 سي. طب كيف صار؟ كيف الحل؟ كيف بدي أضبط الريلاتيف الكلاسيكال ميكانكس مع سرعة الضوء منها أبسولوت؟ واضحة المشكلة؟ ايش الحل؟ ايش الحلول اللي عندكم تقترحوها؟ كيف ممكن نوازن بين هذول الشغلتين؟ في الكلاسيكال ميكانكس ما كان عندي مشكله، كنت امشي على سرعات مختلفه، سرعات ريلاتيف سبيدز، سرعات منخفضه. لما بديت انطلق على سرعات عاليه صار عندي مشكله في قياس سرعه الضوء. سرعه الضوء وجدنا انها كونستنت بغض النظر عن الفريم اللي انا بتحرك فيه. زي ما حكينا نيكلسون مور الاكسبيرمنت قالت انه سرعه الضوء ابسولوت، ومن الاشياء على فكره القليله اللي ثابته في الكون هي سرعه الضوء، ما بتتغير بغض النظر كيف كنا نراقبها. هاي هي من الاشياء اللي كان بفكر فيها اينشتاين في 1905، 1905 تعتبر سنه ذهبيه لاينشتاين، لانه نشر فيها اهم اربع او اهم اربع بيبرز اللي هي مثلت النظريه النسبيه، ما كان السبيشال ريلاتيفيتي النسبيه الخاصه، ما كان طبعا اسمها نسبيه خاصه في هذاك الوقت لانه ما كان عارف بده يعمل نسبيه عامه، فكان اسمها النسبيه بعدين رجعوا سماها النسبيه الخاصه. شو الحل اللي طلعنا فيه؟ بعدين هو كان فاسينيتد باي ماكسويلز ايكويشنز، كان دائما يغيب عن الجامعه ويروح يطلع ويقرا ويدرس ماكسويلز ايكويشنز. فانا لما قرات هاي صرت افكر بالطلاب كلهم اللي بغيبوا عني في المحاضرات. قلت اكيد بروحوا بدرسوا ماكسويلز ايكويشنز، لسه ما شفتهم وسالتهم، بكره بشوف بسالهم بشوف. الحل الوحيد كان انه نبدا نغير الزمن، شوف المقدسات اللي كانت عند نيوتن شو هي؟ الزمن ثابت، المسافة ثابتة، الكتلة ثابتة، ما حد عمره لعب فيها، عمره حد يجعلنا بدنا نغير الزمن، الزمن زمني وزمنك مش نفسهم، هيك المفروض يكون. إذا أنا قلت هلا الساعة 5 عندي وأنت طلعت على ساعتك بغض النظر عن سرعتك، إيش لازم تكون؟ هيك إحنا تعلمنا بالكلاسيكال ميكانكس، هاي هون هدمت النظرية كلها على أساسها، قال إذا أنا مش قادر أغير سرعة الضوء شو راح أبدأ أغير؟ ببدأ أغير الزمن في المركبة. كل ما تحركت على سرعة أعلى بدي الزمن عندي يطفأ. هذا سميناه التايم دايليشن، دايليشن للزمن. والعلاقة بيعتمد على سرعتي بالنسبة لسرعة الضوء. إذا كل ما زادت سرعتي في المركبة الفضائية بلاقي الزمن عندي شو صار؟ الساعة تبعتي صارت تطفأ بالنسبة للأوبزرفر اللي على الأرض. إذا بغض النظر عن السرعة اللي أنا ماشي فيها ما دام الزمن نزل عندي انحلت مشكلة الضوء، لأنه الزمن نزل عندي لما ببدأ بمشي على سرعات عالية، حتى لو حاولت أقيس سرعة الضوء في هذيك اللحظة راح ألاقي سرعة الضوء ظلت على سي، وبزيد سرعتي أكثر، وإيش بلاحظ؟ ظلت سرعة الضوء نفسها، بس الزمن عندي نزل. كمان في جزء منها تأثر بالجاذبية، الجاذبية نفسها بتأثر، والجاذبية كمان بتغير التايم دايركشن. هاي المعادلة الثانية تبعت
التغير في الزمن بسبب الجاذبية. بس هل هذا حقيقة الواقع ولا هو بس معادلة طلعناها حتى نحل المشكلة؟ واضح السؤال؟ فاهمين السؤال؟ كثير ناس كانوا متشككين انه يعني هاي معادلة احنا طلعناها حتى نحل هذا التناقض، هاي الدايما ولا هذا البارادوكس، ولا هي فعلا اشي واقعي احنا بنشوفه؟ قديش الزمن اللي ضايق؟ الشاب بالزمن من هناك، الشاب اللي هون، ساعدني الزمن عشان اعرف انت خلص قديش ضايق؟ 50. الزمن عندك برضو عم بيتغير، اعطيتني اكثر من اللازم. طيب، فاجا بال 1971 في عالمين، واحد فلكي واحد فيزيائي، وقالوا انا يعني مش مقتنعين بهذا الكلام، يعني فعلا هو الزمن بيتغير، فقالوا بدنا نعمل تجربه، نشوف التجربه. الفيديو وين الفيديو؟ الشاب جهز الفيديو. تعديل الصوت، تعديل الصوت. هذول عالمين اسمهم هافل وكيتي، هافل وكيتي، واحد فلكي وواحد فيزيائي، سنة 1971، يعني فترة طويلة بعد نظرية أينشتاين. في شك في الموضوع، ما كان عندي لسه أتوميك كلوكس، متذكرين الأتوميك كلوك قديش كانت تعطيني دقة؟ ثانية كل 138 مليون سنة. هلا انتم مش سامعين كيتينج ايش بحكي، بس كيتينج قاعد يتمسخر على العلماء اللي موقف على هذا وبصير يشرح بحط معادلات وما لها اي وجود في الواقع. فجابوا اتوميك كلوك، هي العالم الثاني. جابوا مجموعه من الاتوميك كلوكس، اخذوا طياره مدنيه. طبعا في اتوميك كلوكس موجودة على الأرض والله، أخذوا اتوميك كلوكس معهم، أربعة اتوميك كلوكس أخذوهم معهم على الطيارة، طيارة مدنية بريتش ايرويز. المعادلات موجودة ما في هاي احد الاتوميك كلوكس اللي اخذوها معهم اون بورد، هلا في متحف موجوده. وجدوا فعلا انه الاختلاف، هي الاختلافات رح افرجيكم الارقام، كله هذا بالنانو سكند. وجدوا في اختلاف بين الثلاث حالات، طب ليش اختلف لما لفوا باتجاه حوالين الارض ولما لفوا بعكس الاتجاه؟ ليش؟ لانه الارض عمالها بتلف بالضبط، تمام،
الارض عماله تلف حوالين نفسها، فسرعته بالنسبه للاوبزرفر اللي موجود على الارض مختلفه في الحالتين، فالارقام كانت مختلفه، لكن في دقه ممتازه بين الحالتين. في عندنا حوالي الفرق بين 40 و 59 نانو سكند بالحاله الاولى لما راح باتجاه الشرق، وكانت 200 هاي النظريه تبعت اينشتاين والقياس العملي، و 275 نانو سكند بالحاله الثانيه. إذا هذه مش أشياء تخيلية، هي أشياء حقيقية موجودة، بس إحنا في الأرض ما عمالنا ننتقل على السرعات العالية ولا بنشوف الجاذبية مختلفة، ما بنقدر نشوف الاختلافات تبعتها. لو جينا طلعنا عندي توين توأم، والتوأم هذه طبعا هي كمان نظرية، أحد النظريات، لو هذا طلع أحد التوأمين وطلع وانتقل، طبعا بده ينتقل على سرعات خيالية، يعني بده يكون 99.9% من سرعة الضوء حتى يبين عندي أي اختلاف. لو راح هذا التوأم ورجع راح يكون التوأم اللي على الأرض شاف أكثر منه بكمية معينة. إذا بدكم تحسبوا الأرقام، هي أنا هون حسبت شوية أرقام، إذا قدرنا نوصل 99.5% من سرعة الضوء، طبعا هذا رقم خيالي، راح يصير عندنا كل 10 سنين على الأرض إحنا بنشيل خبيش سنة. كل الطالبات اهتموا في الموضوع، مظبوط؟ نطلع الآن على السريع كيف الجي بي اس سيستم بيشتغل. عندنا 24 ساتلايت حوالين الأرض، في أي لحظة احنا بدنا نشوف أربعة منهم، الإشارات اللي جاية من أربعة منهم توصلنا، بضلهم يبعثوا إشارات. هلا كل ساتلايت من هذول بيبعث إشارة بيختم عليها الوقت عنده في هذيك اللحظة لما بعث الإشارة، وأنا طبعاً بستلم الإشارة من هذا الجي بي اس، جهازي بيشتغل الإشارة من جي بي اس. الوقت الحقيقي على التليفون رح يكون مختلف عن الوقت اللي اجى، لانه الضوء بده وقت او الاشاره الكهرومغناطيسيه بدها وقت تنتقل من الساتلايت لعندي. فاذا عكست وعملت الحسابات بقدر اعرف قديش انا بعيد عن هذا الساتلايت. كم ساتلايت بدي حطه اقدر احدد موقعي تماما؟ من الجيومتري من الهندسه ثلاث. نستعمل المثلثات، علم المثلثات، بامكاننا نحط سفير كرة حوالين الساتلايت الأول، أنا لازم أكون على سطحها، كرة حوالين الساتلايت الثاني أنا لازم أكون على سطحها، وكرة حوالين الساتلايت الثالث أنا لازم أكون على سطحها. إذا تقاطعوا ثلاث سفير في دول، هي سفير واحد، إذا أنا عارف مسافتي بعدي عن الساتلايت وعارف الساتلايت وين موجود، لازم أكون على سطح هذا الكرة. إيش تقاطع الكرتين؟ دائرة. شو تقاطع الثلاث كرات؟ نقطتين، هيهم في نقطة قريبة ونقطة بعيدة، طبعا واحدة منهم رح تكون على سطح الأرض وواحدة تكون في مكان ثاني ما له معنى. هلا بنيجي ندمج التنين، ندمج الجي بي اس مع الريلاتيفيتي. لو إني ما استعملت نظرية أينشتاين النسبية كان الجي بي اس ما بيشتغل. الساتلايت بيمشي على سرعة 14,000 كيلومتر بالساعة. بهاي السرعة الساعات اللي موجودة على سطح الساتلايت بتمشي أو بتخسر 7 مايكرو سكند كل يوم. الجاذبية على 20,000 كيلومتر فوق سطح الأرض اللي هي موجودة عليها الساتلايت ربع الجاذبية الموجودة على سطح الأرض. بسببها الساعة اللي على سطح الساتلايت راح تمشي 45 مايكرو سكند أسرع. 45 ناقص 7 قديش تعطيني؟ 38، يعني في 38 مايكرو سكند أسرع الساعة راح تكون. إذا في عندي خطأ 38 مايكرو سكند كل يوم، هذا مش خطأ بسيط. لأن إذا ما صححت هذا الخطأ بعد دقيقتين راح يصير الخطأ 15 متر. وبعد يوم راح يصير الخطأ في الجي بي اس 11 كيلو. هل هذا مقبول؟ الطريقة اللي بنصحح فيها بنخلي الساعة اللي موجودة على سطح الأرض تمشي ابطا او اسرع 38 مايكرو سكند كل يوم، فبتكون الساعه اللي موجوده على سطح الارض ماشي بالضبط مع الساعه اللي موجوده على الساتلايت، وهيك بكون عندي جي بي اس 100% صحيح. عشان هذه كوارتز كلوك، في ساتلايت رابع راح يبعث لي اشاره الزمن واضل صحيح الزمن باستمرار. طيب انا يمكن تجاوزت الوقت، بس اخر السلايدات بدي بس اقول الليسنز اللي انا تعلمتها من هاي المحاضره. إذا كان نظرية النسبية بإمكاننا نبسطها ونشرحها بكلمات بسيطة، معناها ما حد عنده عذر إنه ما يقدر يشرح شيء بشكل بسيط، مظبوط؟ في شيء أعقد من هاي؟ أينشتاين نفسه سرق قال everything should be made as simple as possible but not simpler. وفي له كمان كود ثاني if you can't explain it simply you don't understand it well enough. إذا أنا مش قادر أشرح لك الشيء بشكل واضح معناها أنا مش فاهمه.
حتى انا لما حضرت وانا ما بس احكيها انا حضرت من هذا الكتاب فور داميزيشن دوميز الاغبياء دمي يعني هي لعبه دمية يعني شخص غبي لدرجه انه كانه دمية بس هم طبعا بيستدركوا ايش بحطوا تحت على الكتب من تحت ريفرنس فور ذا سوبس فانا درست سوبس مين بدرس سوبس اخر لسنة الثلاثه الاخيره اذا شفتوا كانت هاي قافله من العلماء اورست نيوتن جاليليو نيوتن اورست فاراداي فالعلم كيف العلم بنبنى العلم على بعضه هذه فكرة عظيمة فكرة القوافل العلمية قافلة علمية تبني على بعضها وبعدين في عندنا معادلات أحيانا تكون خاصة وتشتغل بصير عندي وضع معقد أكثر بدي أضطر أتطور المعادلة فهو عمليا النسبية هي تطوير على معادلات نيوتن والشيء الأخير interesting very interesting إنه الكون بنفس الوقت معقد وبنفس الوقت بسيط لما أفطرت اليوم مين أفطر اليوم؟ ما تفطروا معظم الطلاب ما بتفطروا لما افطرتوا اليوم اضطريتوا تفكروا بالنظريه النسبيه وتتذكروا المعادله هاي ايش تتذكروا المعادله هاي تقدروا تفطروا شوفوا الكون قديش بسيط قديش الاف الناس ملايين الناس عاشوا ما بيعرفوا عن النظريه النسبيه هل تغلبوا في حياتهم؟ لا لكن كمان من جهه اخرى في اشياء معينه اذا بدي اعملها بدي افهم التعقيد اللي موجود في هذا الكون فالكون جماله انه بسيط ومعقد بنفس الوقت شكرا لحضرتك